وانا خلاص بسلم وبغمض واخد القرار. سبا وابعد وكل ما ببعد الحب يرجعني لورا. الله حلو الترند ده. يلا انزل من الزباله بقى. ارمي هو ترند بايظ ولا احنا المفروض دلوقتي نكون في الساحل او بنصيف؟ ساحل؟ الاماكن دي حرام يا حبيبي، لما ممكن يورث يبقى روح. يلا انزل بيها بسرعه. يا ريتني ما عملته. ما تقطعوا النور براحتكم، هي كده كده منوره حياتي. ولا افوكاتو بالعسل حبك واصل، افوكاتو بالعسل حبك واصل للكلون. وانا انجز عايز كام؟ عيب عليك، انا مش عايز فلوس، الموضوع غير كده. مش عايز فلوس، بدات تقلقني. انا سمعت من ماما ان علبه الشوكولاته كانت في الفريزر دي بتاعتك. ايه ده، انت لقيتها؟ على الله يا كلب البحر تكون اخدت منها ولو واحده. لا هو ما بقاش فيها غير واحده. ايه يخرب بيتك، خلاص انت عارف انا بحوش فيها بقالي قد ايه؟ يخرب ده بقالي شهر على واتس. يا بنت انت هتحولي ولا ايه؟ يخرب بيت دغري سن السلطان زماني، صوتي من دماغي صايل لساني اعداد. كلبة البحر، ما انا ما كنتش مدرك رواقي من غير ما اشغل اغاني وتعملي دوشه، انت سمعت المحافظه كلها. صغري سن السلطان زماني، صوتي من دماغي صايل لساني. هو ده اللي انا كنت عايزه، نجيب اتنين منهم ونجيب اتنين من دول. يا لهوي. ونجيب بدل من ده. والله الله. بتعملي ايه يا حاج؟ لزوم الغسيل يا حاج عشان نكفي الغسيل وكده. غسيل؟ انت ناوي تغسلي الوطن العربي كله ولا ايه؟ ولا ايه كل ده؟ في ايه يا حاج؟ بقول لك يا حاج، مش كفايه ابنك اللي عمله فيا؟ تبقى انت وهو والله هطلعك فيها دي لو فكرت تجيب الحاجه دي. وده عمل ايه منيل ده؟ شفتيش يا اختي في اخر فيديو منزله على اليوتيوب طلبات البيت؟ يعني شخص نيل عليك انت وطلبات البيت. ايه بس، ايه اللي حصل؟ لبسني في رسيت قد كده يا حاجه، البيت خلصت يا حاجه. طلبات ايه يا اخويا؟ بقول لك يا حاجه مش راسخه بقى، بقول لك اسم الزفت في فيديو طلبات البيت. بقول لك على حاجه، انا مش محاسب على الحاجات دي، وشوفي بقى مين هيروحك. يا لهوي استنى يا راجل، هسيبني لوحدي. حران حران حرام يا جدعان، درجه الحراره الجو بره اعلى من درجات اخر السنه. انت فرحان؟ لا حضرتك طبعا الفرحان عشان مش هتدفع كهربا. ايوه يا حبيبي، توفير واقتصاد بدل الكهربا اللي انا بدفعها الفاتوره لاخر الشهر اللي بتقطم ظهري دي. ما نفس الفلوس هتوفرها في الكهربا، نفس الفلوس الحاجه اللي هتبوظ اللحمه والفراخ اللي في الفريزر جوه زمانها باظت. ايوه صح عندك حق، قوم بسرعه لم كل حاجه في الفريزر حطهم في شنطه كبيره واديها لخطك في اول فيصل. ايه؟ انت ما قلت لك انجز قوم، الحاجه هتبوظ. الحمد لله يا نور جه اهو النور قطع. قوم خد يا زفت، عايزك تنزل تجيب طلبات من تحت بسرعه ب 20 جنيه بيض وعلبه صلصه وربع رومي، وخد الباقي ليك بس بسرعه انجز. حاضر حاضر، 20 جنيه بيض وعلبه صلصه وربع رومي والباقي ليك. 20 جنيه بيض وعلبه صلصه وربع رومي والباقي ليك. 20 علبه رومي، 5 جنيه صلصه، الباقي ليك. ايوه اتفضل. حضرتك كنت عايز ايه؟ كنت عايز حضرتك 20 علبه صلصه، 5 جنيه رومي، 3 جنيه عيش والباقي ليك. انت بتقول ايه يا لا؟ روح هات لي حد كبير يلا. والله كنت فاكر. نوتيلا دي اللي عايزينها اجيبها لك دي، انت اتجننتي يا ولية انت؟ في يا حاج والنبي يا حاج كنت عايزاها. يا لهوي يا حاج، انت كبير على الكلام ده، ايه اللي بتقوليه ده؟ مش جايب لك حاجه ومش هحاسب عليها. يعني مش هتجيبها يا حاج؟ اه ماشي. ايه ده؟ راحوا فين يا ولية؟ ايه يا حاج الحاجات اللي بتحطها دي كلها؟ طلبات البيت يا حاج، كلمني في دقيقه. ماشي بس ممكن نخفف فيها بالراحه يا حاج، انت اشتريت المحل والنبي ما خلاص. خلاص يا حاج، هاتي الاوتيل، هاتي الاوتيل يا حاج خلاص. الابن يحتاج شيبسي. يا حاج ايه كل ده؟ نكمل الاول يا حاج. يا حاج انا كلب البحر، بقول لك ايه، تجيب العربيه وتجيلي على بيت ستك دلوقتي. نعم. يبقى مش حضرتك كنت تاخد العربيه النهارده؟ انت هتزعل معايا، مش مدرك مزاجك يا تجيبها لي وقدرك بعدين. صدقني والله ما هينفع دلوقتي. طب يا متخلف انت، ستك عايزينها تبلع طلبات وديها مشاوير، العربيه تكون عندي. طب ساعتين كده تلاقي مفيش مناقشات، اخلص يلا. حاضر يا بابا، حاضر، سلام. يا رب بعد كل ده هنعمل ايه؟
هروح اشيله تاني.